يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد طلبة العلم في درس له عندما شرح أحد الأحاديث إثبات الهرولة لله عز وجل من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فهل تثبت هذه الصفة؟ لا، لا، ما يثبت لله الهرولة بمعناها المعروف، إنما يثبت ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يتقبل عبده المؤمن إذا أقبل عليه، والله جل وعلا يجود عليه بالمغفرة والرحمة. ولهذا جاء في الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا معنى الهرولة، أن الله جل وعلا يسرع في تقبله وإثابته، يسرع في إثابته وتقبله وأجره. نعم.